السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن التكيف. عزيزي الطالب، أين يعيش الجمل؟ أين يعيش الأسد؟ وأين تعيش الأسماك؟ الجمل يعيش بالصحراء، والأسد يعيش بالغابة، والسمك تعيش في البحار. يطلق على كل من الصحراء والغابة والبحار، وهي الأماكن التي توجد فيها الكائنات الحية بالموطن. إذن الموطن هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي. مثال: الجمل موطنه الصحراء، الأسد موطنه الغابة، السمك موطنه البحار، وهناك أمثلة عديدة. إذا قلت لك عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تعيش بالصحراء؟ أم هل تستطيع أن تعيش في البحار؟ أم هل تستطيع أن تعيش بالغابة؟ بالطبع ستقول لي: لا أستطيع العيش فيها، لأن البحار لا أستطيع التنفس بداخلها، والصحراء حارة جداً، والغابة تحتوي على حيوانات مفترسة. ولكن كيف يستطيع الجمل أن يعيش في الصحراء؟ وكيف يستطيع الأسد أن يعيش في الغابة؟ وكيف تستطيع الأسماك أن تعيش في البحار؟ لكل من هذه الكائنات الحية وغيرها قدرة على العيش في مواطنها. هذه القدرة تجعل الكائن الحي يعيش بسهولة في موطنه. تدعى قدرة الكائن الحي على العيش في موطنه بالتكيف، وهو عنوان درسنا. إذن التكيف هي قدرة الكائن الحي على العيش في موطنه. إذن الجمل يتكيف ليعيش في الصحراء، والأسد يتكيف ليعيش بالغابة، والسمك تتكيف لتعيش في البحار. إذن تمتلك هذه الكائنات الحية أكيد وغيرها قدرة على العيش في مواطنها. هناك أنواع للتكيف. يوجد تكيف سلوكي وتكيف تركيبي. ماذا نقصد بالتكيف السلوكي؟ ماذا نقصد بالتكيف التركيبي؟ التكيف السلوكي هي عبارة عن سلوكيات أو تصرفات يقوم بها الكائن الحي ليستطيع العيش في بيئته. مثال: إذا شعرت بالبرد ماذا تفعل؟ تقول: ألبس ملابس ثقيلة، أو أشعل التدفئة. هذا سلوك قمت به لكي تقي نفسك من البرد. وهناك أيضا عند الكائنات الحية سلوكيات تقوم بها أو تصرفات تجعلها تستطيع العيش في مواطنها، لحمايتها من البرد، لحمايتها من الحيوانات المفترسة، لحمايتها من حرارة الصيف. والتكيف التركيبي. التكيف التركيبي هو أن الكائن الحي يحتوي جسمه على أعضاء، أعضاء كالقدم، كالشعر، كغطاء الجسم. هذه الأعضاء تساعده على التكيف والعيش في بيئته. إذن أنواع التكيف: تكيف سلوكي، تكيف تركيبي. التكيف السلوكي تغير في سلوك الكائن الحي استجابة للظروف البيئية. تكيف تركيبي امتلاك الكائن الحي أعضاء تساعده على البقاء في بيئته. حتى نفهم الموضوع بشكل أوضح، بشكل أوسع، حتى نميز بين التكيف التركيبي والسلوكي، ننظر إلى الكتاب صفحة 85. نلاحظ هنا جمل. الجمل له سنام، له أهداب طويلة، له خف عريض. هذه عبارة عن أعضاء في جسم الكائن الحي. هذه الأعضاء تساعده على العيش في الصحراء، لذلك يطلق على هذا التكيف بالتكيف التركيبي. ما أهمية السنام للجمل؟ وكيف يتكيف الجمل بالصحراء بوجود السنام؟ السنام يساعد الجمل على تخزين الطعام، أي عندما يتغذى الجمل تبقى كمية فائضة عن حاجته. أين تتخزن بالسنام؟ على شكل مواد دهنية. وعندما يجوع الجمل يعمل على هضم هذه المواد والاستفادة منها، لأنك عزيز الطالب تعلم أن الصحراء قليلة الطعام، إذن يحتاج إلى مصدر أو مكان يخزن به الطعام، وهو السنام. الأهداب الطويلة. الأهداب الطويلة مثل الرموش تحمي أعين الجمل من الغبار، فعندما يتعرض الجمل إلى غبار الصحراء فإن الأهداب الطويلة تحميه عن طريق إغلاق العين، وحتى تعلق بعض من الرمال الناعمة على الأهداب، وبذلك تمنع وصول الرمال إلى أعين الجمل. ننظر إلى خف الجمل، أي القدم، من الأسفل عريضة، وذلك حتى لا تنغرس قدمه في الرمال، فكما تعلم أن الرمال ناعمة جدا، وحتى لا تنغرس تكون الخف عريض. إذن
السنام والأهداب الطويلة والخف العريض عبارة عن أعضاء تساعد الجمل على التكيف في الصحراء. هذا التكيف يدعى تكيف تركيبي لأنه له علاقة بأعضاء الكائن الحي. ننظر إلى الشكل الآخر وهي سمكة. كيف تستطيع السمكة التكيف في البحار؟ لها ذيل، لها زعانف، لها شكل انسيابي ولها خياشيم. الذيل والزعانف والشكل الانسيابي تساعدها على السباحة، على السباحة بسهولة، وبذلك تتحمل ضغط الماء. الخياشيم تساعد السمك على التنفس في الماء. نحن نمتلك رئتان، والرئتان لا تستطيع أن تطلب من خلالها التنفس تحت الماء، لذلك يحتاج الغواص إلى جهاز يمده بالأكسجين. ذيل شكل انسيابي، زعانف، خياشيم، جميعها أعضاء، والأعضاء تساعدها على التكيف. إذن هذا النوع من التكيف يدعى التكيف التركيبي. لننظر إلى هذه الصور، هي مجموعة من الطيور. هذه الطيور تهاجر. ما معنى تهاجر؟ أنها تنتقل من مكان إلى آخر. لماذا تنتقل أو تهاجر الطيور من مكان إلى آخر؟ إنها تبحث عن الدفء. في الشتاء يكون الجو بارد جداً، وبعض أنواع الطيور لا تتحمل أجسامها الحرارة المنخفضة، لذلك تبحث عن على أماكن دافئة فتهاجر إليها. انظر عزيزي الطالب، الهجرة لها عبارة عن سلوك. كيف أنت تختبئ؟ أو تختبئ هذا سلوك تقوم به لحماية نفسك من الأعداء. وهنا الطيور تقوم بسلوك، هذا يتعلق التكيف بسلوكها، بتصرفات تقوم بها لحماية نفسها من البرد، لذا تدعى هجرة الطيور بالتكيف السلوكي. هنا ننظر إلى الحرباء. الحرباء لها خاصية التخفي أو التموية، أي أن لونها يتغير بحسب البيئة الموجودة فيها. لننظر أن لون الأشجار، أوراق الأشجار أخضر والأغصان بني فاتح، غيرت لونها الحرباء إلى الأخضر والبني الفاتح. فمن بعيد لا يستطيع العدو الحيوان المفترس تمييز الحرباء، فلا يتمكن من مشاهدتها، فبذلك تحمي نفسها من الأعداء. إذن هذا عبارة عن تصرف وسلوك تقوم به الحرباء لحماية نفسها، يدعى هذا التصرف أو السلوك التكيف التركيبي. إذن التكيف السلوكي لأنه له علاقة بتغيير لونها. هنا تكيف تركيبي، تكيف تركيبي لأنه له علاقة بالأعضاء، تكيف سلوكي، وهنا تكيف سلوكي لعلاقتها بالتصرفات. ننتقل إلى صفحة 86. أطور معرفتي. ابحث في مكتبة مدرستك أو شبكة الإنترنت عن سبب اختفاء الأفاعي شتاء وظهورها صيفا. في الشتاء يكون الجو بارد، وفي الصيف تكون الجو دافئ، فتختفي الأفاعي شتاء لحماية نفسها من البرد، وتظهر صيفا لأن في فصل الصيف دافئ فتبحث عن طعامها. تخزين النمل طعامه صيفا، وذلك تلاحظه أيضا حتى في بيتك. تلاحظ وجود النمل في بعض أماكن في البيت إذا كان هناك جحر للنمل في بيتك. يظهر النمل في الصيف للحصول على الدفء، وبذلك يستطيع أن يجمع غذاءه، لكنه في الشتاء يختبئ حفاظا على نفسه من حرارة الشتاء. أقوم تعلم وأتأمل فيه. عبارة عن مجموعة من الرسومات والصور، وهنا يطلب ما نوع التكيف في الكائنات الحية. نفهم صورة صورة، هذا مهم جدا في أسئلة علل بالامتحان، وما ذكرناه عن الجمل والسمكة مهم أيضا في أسئلة علل. ننظر إلى هذا النبات. هذا النبات تشاهده كثيرا في الهواء لأنه خفيف جدا فيطير، كأنه يطير مثل البالون، عندما تنفخه يطير في السماء لأنه خفيف. وهذه النباتات تطير كأنها تطير في السماء لأنها خفيفة. لماذا؟ هذه النباتات إذا لاحظت تحتوي على بذور كثيرة، إذا بقيت في أماكنها فإن هذه البذور سوف تسقط على التربة، ويصبح تزاحم جدا لهذه البذور في تلك المنطقة. فلذلك هذه الخاصية تمكنها من أن تنشر بذورها. بذورها أي جزء من أجزاء النبتة، لأن البذرة هي جزء من أجزاء النبتة، فتنتشر في أكثر من مكان
لتنمو دون ازدحام. إذن هنا ما نوع التكيف؟ تركيبي، لأنه له علاقة بالبذور، والبذور هي عضو من أعضاء الكائن الحي. ننظر هنا إلى نبات الصبار، وهو نبات صحراوي. تتميز أوراق النباتات باحتوائها على أشواك، إذن الأشواك هي عضو من أعضاء النبات. لماذا تكون الأشواك على شكل تكون الأوراق على شكل أشواك؟ لأنها هذه الأشواك تقلل من نسبة التبخر، لأن بذلك تحافظ النبتة على كمية الماء بداخلها، لأن الصحراء قليلة الماء، فإذا كانت عملية التبخر عالية جدا تفقد النبتة الماء وبذلك تجف. لكن نبات الصبار تحتوي أوراقه على أشواك فتقلل من نسبة التبخر، وبذلك يحتفظ نبات الصبار بالماء. ولأنها أشواك عضو من أعضاء النبات، إذن هذا التكيف تكيف تركيبي. لننظر هنا، هذه عبارة عن ثيران المسك الأمريكي. يقول أنها تعمل عمل مجموعة على شكل دائرة، تتجمع الثيران على شكل دائرة. عندما تتجمع الثيران على شكل دائرة فهذا عبارة عن سلوك أو تصرف، أنها تتجمع بشكل جماعات. برأيك لماذا تتجمع بشكل جماعات؟ أحسنت، لحماية نفسها من الأعداء. إذن هل لهذا علاقة بأعضاء جسمها؟ لا، إنها عبارة عن تصرف وسلوك تقوم به. إذن يدعى هذا التكيف بالتكيف السلوكي. لننظر هنا صورة أسد وغزال. يقول السؤال إن أعين الأسد تكون بالأمام وأعين الغزال تكون على الجوانب، لماذا؟ لأن الأسد حيوان مفترس، فلكي يتمكن من رؤية فريسته بشكل مباشر والانقضاض عليها تكون أعينه للأمام. أما الغزال تكون أعينه للجانب، لأنه عبارة عن حيوان من المستهلكات الأولى، ولكنه يتعرض إلى الخطر من المستهلكات الثانية، فلكي يرى أكبر مساحة ممكنة حوله يجب أن تكون أعينه إلى الجنب، بذلك يستطيع رؤية مساحة كبيرة وبذلك يتجنب عدوه. لذلك تلاحظ أن الغزال يهرب بسرعة قبل أن يصل المفترس، لأنه لاحظ وجوده من مكان بعيد. إذن أعين غزال، أعين أسد عبارة عن أعضاء تساعده على العيش في الغابة. إذن هذا التكيف يدعى تكيف تركيبي. سوف أوافيكم إن شاء الله بالتلخيص عن طريق المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.